عسلامة. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله. قد من نروح؟ محمد من ولاية زغوان. انت اليوم عندك مشكلة باش تحكيها اللي هي؟ بالطبيعة مشكلة كبيرة هذي. من اليوم باش نحكي برشا حاجات باش نكشف برشا كوارت، برشا مدارس وبرشا حكايات. باهي ثم الخلاصة ساعة وبعد ندخلوا في التفاصيل. طفل صغير تم الاعتداء عليه من طرف معلمه ومن طرف زملائه في الكلاس ومن طرف المدير. قداش عمره طفل هذا؟ 8 سنين. والاعتداء كيفاش معناه؟ عنف ولا عنف؟ عنف شديد زاد. باهي نبداك بالموضوع. ثم طفل صغير موجود في ولاية دقابس يقرأ في كلاس عادي، تلميذ عمره 8 سنين ماهوش تاع مشاكل. باللي حتى كي باش نحكيو تاع مشاكل ما نجموش نقولوا تاع مشاكل. الطفل هذا معناه باللي باش نحكيو 8 سنين ماهوش تاع مشاكل معناه. باهي الطفل هذا سيدي يقرا عند معلمة نتاعو، تهينوا المعلمة نتاعو قدام زملائه، هنتوا المعلمة نتاعو قدام زملائه، وزيد يخرج من الكلاس زيد يضربوه زملائه. انسان صغير طفل صغير عمره 8 سنين بحرارة الروح يهرب للمدير. معناها كهرب للمدير، معناها ثم حمايه بتصير في اللحظه هذيك. نحن كتوانسه نعرفوا انه مشي تحميه الطفل هذاك 8 سنين باش تحمي. في اللحظه هذيك وقت يتخلى المدير وهو يبكي ويهرب. يهرب من المعلم؟ لا، هرب من التلامذه. سته ولاد ضربوه. اسكو التلامذه هذوما يقروا معاه في نفس القسم والا لا؟ ثم اللي يقرا معاه وثم اللي اكبر منه. بحرارة الروح يهرب للمدير. كي تخلى المدير علاش ضربوه الساعه؟ معناها صغار، عركة صغار. هربش المدير، معناها باش تحكي للمدير، باش يمشي المدير يبكي. المدير يضربه بكف ويزيد يدزو على موتور يدخلوا في غيبوبة. الطفل حاليا في غيبوبة؟ الطفل اللي تو فايق لاباس. هو انا واحد من الناس كان جيت في عود بوه نعمل يعملوا بوه، بوه كيسمع بولده. قريبك ولا شنو معناها؟ خلينا نفهم. هو قريبي ومواطن تونسي، وحتى كان ماهوش غريبي مواطن تونسي نجم نضرب عليه، خاطر التونسي يحلم على يحمل علم بلاد. بوه كي سمع بولده انه ولده تضرب معناه مشى على اساس يشوف شنو هي الموضوع، يلقى ولده في غيبوبه. ما يسال في المدير، المدير ما حبش يجاوب ويضحك عليه. سامحني كيفاش معناه كيفاش كلموا الولي وقالوا له انه ولده؟ العباد كلموه يعني حتى المدرسة المدير ما كلمش. طيش نورمال مو قبل ما يسمعوا حتى العبيد نورمال مو ثم حماية تكون موجود تهز الطفل عمره 8 سنين راه تهز. معناها كيفاش صارت الحادثة هذه؟ دي صارت بالخميس، الخميس اللي فات. صارت الخميس اللي فات. ها الطفل جمل في اللحظة هذيك هز جد مرته، هز ولده، هز ولده للسبيطار. هو كي مشى لقى ولده دايخ في المدرسه. في المدرسه طفل مطيش في المدرسه يعني حتى ما هزوش وما ما عملوا له شيء. الطفل هز ولده وهز مرته مشي. هذا من مصدر موثوق اللي تحكي فيه؟ موثوق. عندي كل مسؤوليتي، تحمل مسؤوليتي، عندي كل شيء مصور. ليلى محمد رسول الله هز ولده ومشي. سير المدير يخرج من المدرسه يمشي يعمل سيرتيفيكا ويهزها للمركز يعلم. معناها ثم قانون، باش ندخلوا في امور القانون شوي. باه هز ولده ورسيد في اللحظه هذيك ولده ما بين موت وحيه في السبيطار، باش ينجم هو باش يهز تليفون ولا باش يخلي ولده مطيش في السبيطار ويمشي المركز يشكي؟ ما ينجمش. ولده مطيش بيت في السبيطار، بيت بولده في السبيطار، ولده يعيط براسه خاطر كي تضحطح على راسه. باه المدير كي مشى يشكي واحد اما تغدوا طلعت السيرتيفيكات. المدير مشى يشكي بشكون؟ بطفل. علاش؟ هكاك بدون سبب. انا نحس انه فما حلقه فارغه يعني فما حلقه مضيعه. هو كيفاش؟ هو كي دخل عرفتك اللي شاف وشاف ولده كي قال له علاش ولدي يحكي معاه؟ فهمت انسان في صدمه. في صدمه انسان يحكي معاه بعنف معناها بالكلام حكى معاه. مي سامحني ولدي مطيش، انا واحد من الناس ولدي مطيش مش نعرف شيء. ولدي نشوف ولدي دايخ مطيش شبي ما جاتش حمايه ما ثم حد شيء لا درجه ما تنجمش تطلب وزيد تستفزني تضحك عليا. ياك هز ولده وكل شيء اما تغدو ياك المدير من سبق ومشى هو شكى. هذه كلمه صغيره ضربني وبكى سبقني وشكى.
هذه نعيشوا فيها احنا في تونس. وصلت تو الحكاية. وصلت الحكاية. ست أم تغدو طلعت السيرتيفيكا نتاع الطفل فيها 25 يوم. الطفل شنو الأضرار بالضبط؟ شنو اللي صار له بالضبط؟ عنده تراثيريت في راسه. باهي. كي مشات أمه تشكي لقيت المدير شاكي بو الطفل. باهي هذه الحاجة الأولى. حاجة ثانية مشت للمندوبية ما عملوا له شيء المدير، مشت لحماية الطفولة كيف كيف وين تمشي جمل. اليوم في داتنا اليوم ثم عاد تعين الجلسة مكافحة قدام وكيل الجمهورية على باش يقابلوا قاضي التحقيق. يقابلوا قاضي التحقيق، قاضي التحقيق شو حكم؟ حكم على المدير انه باش يروح، حكم على المدير انه باش يروح، وحكم على البو بالتوقيف، وقف بو تاع شنيا توقف فيه؟ تاع شنيا؟ علاش توقف فيه؟ ولده سايبه وزيد من فوق في المحكمة هما خارجين والمدير يضحك على أم الطفل. علاش تضحك عليها تستفز فيها هكاك؟ خاطر الناس زوية ولا؟ أنت معناها عندك شكون؟ احنا عندنا ربي راه وراني باش نحاربك باللي تحب ريتو باش نحاربه وين يوصل. مهمتكم يا مواطنين يا توينس يا عرب بصفة عامة صغاركم راهو ثم برشا صغار راهي سايرت لهم برشا عنف في المدارس. الطفل اليوم ما يحبش يمشي يقرا، كره حاجة اسمها 8 سنين يقرا سنة ثالثة كره حاجة اسمها قراية. قال لكم عادش نحب نقرا الجملة اش مازال تنتظر كيفاش؟ يعني الطفل اليوم خايف كره حاجة اسمها قراية. ما فهمنيش المعلم دوره شنو هو معناه بالضبط؟ دوره انه صار الموضوع من الاول انه هانوا قدام زملائه. معلمة تلميذ قدام زملائه ما تجيش، هي اسمها شنية باش تمشي تتعلم. وين التعليم؟ هذا تعليم تولى عمر تولى في كوري سامحني في كلمة يا كوري. هذه ما عادش عبيد، يا عبيد ما عادش كيما قبل. قريت قبل وين تدخل عند المعلم طيب يتبسم لك، حتى عنده مشكله في الدار ينساها يجي. هو المشكل صار من الاول معناها مع الطفل مع الصغيرات الاخرين هكا ها. كيفاش حكيت المعلم اللي اهانه قدام اهانه المره الاولى المعلمه نتاعو اهانته كي خرجش من الكلاس معناها غار زادوا كملوا اهانوه وتعارك معاه كي ضربوه مشي المدير. اش عمل له المدير؟ قام بالاعتداء عليه. بالك الولي هو والمدير عندهم خلفيات معناها سابقة متعاركين قبل ولا صارت نبزيات ولا حكاية؟ لا مستحيل هذه كلمة تمشي والله يا كلام ذا الكل على غال ما تعرفهم ديما طايرين اللغة ذيك استنسنا بها احنا قبل بقى السيناريو هذيك يمشي تو تجي تطلب حق ما عادش تلقى حق في البلاد هذه. نخلي لك الكلمة الأخيرة، شنو تطلب أنت؟ باش نحاربك بالله عليهم، باش نحاربك باللي تحب عليه أنت، اليوم حق الطفل هذاك باش ناخذ، وهاو صوتي، وزيد مازلت باش نزيد نوصل صوتي أكثر وأكثرين، هو البو والأم ما عندهم حد، ما عندهمش ناس واصلة، عندهم زويولة، عندهم الكتاف وبقدرة الإله، الزوالي ما يضيعش حق. حقك الطفل الصغرون هذاك يوصل وبقدرة الإله مزيد يوصل، وهذه معناها هذه تسمى جست حاجة صغيرة. ماذا بينا يا معلم وزارة التربية تحركوا شناية ماكم تخلصوا فيهم؟ فاش تخلصوا فيهم؟ منين تخلصوا فيهم؟ تخلصوا فيهم في الكروية؟ ماكم تخلصوا فيهم في فلوس باش يخدموا على روحه ويعلموا؟ هذه مش يعلم، هذه هو يطيح في الأرواح ولا وسط تطيح الأرواح تتسمى. سامحني دزوا في اللحظة هذيك طاع هز ربي أمين أو الله يسامحني شنو باش يخسر عليك؟ ما يخسر عليك حتى شيء. هذه اللي لازمنا يا ناس يا عرب فيقوا، راهم ولادكم ماشيين في هاوية بالرسمي، راهم ولادكم ماشيين في هاوية.